ده انا قلت هتستنين شويه كمان. هو حضرتك حضرتي اه يا سيدي حضرتي اللي انت مستنيها. هو انا مش عاجباك ولا ايه؟ بقى معقوله نبيل السيوفي اللي مدوخ ستات البلد كلهم يبقى واقف قدامي ضارب لخمه كده ومش عارف يتكلم؟ هو في الحقيقه انا محدش بعتني ليك ولا زقني عليك يا نبيل. برضه اسمح لي اقول لك نبيل بدون القاب. طيب انت اسمك ايه؟ انت ايه رايك؟ تحب يبقى اسمي ايه؟ انا بعد اذنك مضطر استاذن. خلاص ما تستاذنش. ينفع كاميليا؟ الجواب اللي اتبعت لك ده انا اللي بعتاه ومضي عليه باول حرف من الاسم. السيده كيف؟ الجوابات اليومين دول بتيجي مفتوحه، يعني مش صعب تعرفي اللي جواها. بس انا ما كنتش بقول لك اسرار. انا كنت بقول لك اني عايشه في انجلترا وراجعه وعايزه اقابلك. وحددت لك الميعاد والمكان. ما كنتش متخيله ان انت هتيجي. بس من الواضح كده ان انا حظي حلو. لو مش مصدقني هات ورقه وقلم وانا اثبت لك ان اللي في الجواب ده خطي. بيان، نفترض انه انت فعلا تشرفنا كاميليا هنا. ويا ترى عرفتيني منين وازاي؟ وإيه اللي خلاكي تبعتي لي جواب؟ وعاوزة تقابليني ليه؟ بقى بعد كل الكلام الحلو اللي قلته لك ده ولسه بتسأل؟ أنت جاي تقابل معجبة. دخلتك ديت مش دخلت معجبات ولا صيادين رجالة يا هانم. أنت عاوزة حاجة ويا ريت تقصري الطريق عليا وعليكي وتقولي. ما عنديش ذرة شك في ذكائك وفرصتك عشان كده هقول لك. بس قبل ما أقول لك ممكن تطلب لي قهوة؟ قهوتي عادية. جرسون اهو ده اللي كان ناقص يتقال علينا سراية مجانين. هو خرج امتى؟